فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سمع الإنسان الإقامة للصلاة فإنه لا يسعى، فهل يدخل في ذلك الإمام يمنع من ذلك لكي إذا أراد أن يلحق بإمامة المصلين في مسجده؟ نعم. إذا سمع الإنسان الإقامة فإنه لا يسعى، فهل يدخل في ذلك الإمام أنه لا يسعى إذا سمع بالإقامة؟ نعم. الحديث عام، الحديث عام، الإمام وغيره ما يسرع. نعم.